السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نكمل موضوع الدوال المتعددة المتغيرات، حيث أخذنا في المحاضرة السابقة الدالة المتعددة المتغيرات إذا كانت دالة لمتغيرين أو أكثر، وأخذنا كيف نشتق الدالة اشتقاقا جزئيا، سواء المتغير الأول إذا كانت ذات متغيرين، أو إذا متغير الثاني إذا كانت يعني إذا كان متغير واحد إذا كانت لأكثر من متغيرين. كما تذكرنا في المحاضرة السابقة أنه عندما نشتق لمتغير فإننا نشتق للمتغير ونعامل المتغيرات الباقية على أنها ثوابت. في هذا المقطع راح إن شاء الله راح نكمل الموضوع وناخذ الـ higher order partial derivative، أي المشتقات الجزئية ذات الرتب الأعلى. معناها المشتقات الجزئية راح نتكلم هنا حول انه احنا بنشتق مرتبه واحده. سابقا كنا نقول دي واي باي دي اكس او دي اف باي دي اكس اللي هي مشتقه الداله بالنسبه للاكس. عندما نشتق جزئيا بالنسبه للمثلا، لكن هنا حاليا نشتق جزئيا بالنسبه للاكس او الواي، نقول بارشال اف الى بارشال واي. لكن احيانا نحتاج الى مشتقه انه من المرتبه الثانيه، سواء للاكس او للواي او لاكثر من متغير حسب المتغيرات المتوفره. فالمشتقات اللي تكون اعلى من المشتقه الاولى الجزئيه، اوكي، اللي higher than the first order partial derivative تسمى بال higher order derivative. هذه المشتقات طبعا تكون تطبيقاتها في المعادلات الفيزيائيه مهمه، والكثير من القوانين الفيزيائيه من ضمنها معادله الويف، معادله الموجه اللي راح تاخذها في موضوع الفايبريشن، الاهتزازات، كذلك موضوع الهيت فلو ايكويشن، موضوع انتقال الحراره والجريان الحراري، واللابلاس ايكويشن في موضوع ايضا انتقال الحراره وموضوع التحليلات الهندسيه في المرحله الثالثه. كذلك تظهر ايضا في العديد من التطبيقات الاخرى، مثلا التطبيقات الرياضيه مثل ايجاد القيم العظمى والصغرى للدوال ذات متغيرين او اكثر. لتكن عندنا الداله، خلينا نفرض انه عندنا داله اف اوف اكس واي، هذه الداله لمتغيرين فقط. مثلا هسه هنا عندنا مثل ما نلاحظ انه عندنا هسه هذه الداله هي داله لمتغيرين. بالنسبه اذا كان عندي الفيرست والهاير ديريفيتيف اوف اف اكس واي، لازم تكون انه موجوده، انه المشتقه الاولى والمشتقات الاعلى تكون متوفره. كذلك تكون دوال ايضا مستمره، يعني في حاله انه كانت الداله ومشتقاتها الاولى والثانيه اكزيست، يعني موجوده، ولا يعني مو معناها المشتقه الصفر او تساوي قيمه ما لا نهايه. هنا في حاله لما نقول كونتينيوس فانكشن، فمن الممكن انه نكتب القوانين مال المشتقات ذات المرتبه الاعلى. يعني مثل ما اخذت سابقا انه مشتقه الازاحه هي السرعه، ومشتقه السرعه هي التعجيل، فنفس الشيء يعني عندنا مشتقه ثانيه وممكن مشتقه ثالثه وهكذا. خليني اجي اتعرف على اشكال المشتقات الجزئيه ذات المراتب العليا، الهاير اوردر بارشال ديريفيتيف. مثلا عندنا بارشال سكوير اف على بارشال اكس سكوير. هذه شنو معناها بارشال سكوير اف على بارشال اكس سكوير؟ معناها هي بارشال الى بارشال اكس للداله الاساسيه اللي اشتقناها، بارشال اف الى بارشال اكس. معناها هسه لو نجي ذني نضربهن، بارشال في البارشال يصير بارشال سكوير، وبارشال اكس في بارشال اكس يصير بارشال اكس سكوير، اي انه هي المشتقه شنو؟ المشتقه الثانيه للداله جزئيا بالنسبة للإكس، أو نقول هي مشتقة جزئيا بالنسبة للإكس، أو مشتقة ثانية للمشتقة الأولى بالنسبة للإكس، مشتقة ثانية بالنسبة للإكس للمشتقة الأولى بالنسبة للإكس. طبعا هنا نقدر نقول أنه اتجاه الاشتقاق شلون يكون، هسه نلاحظ هنا اتجاه الاشتقاق بالشكل التالي. يعني إذا جتنا هيك الشكل مال المعادلة أو المشتقة من المرتبة الثانية المطلوب إيجاد هذه الحالة، فإحنا شنو لازم نسوي؟ لازم نجي نفتح هذا المقدار، نقول انه لازم نشتق اول مره بالنسبه للاكس وبعدين ثاني مره بالنسبه للاكس. هذا الجزء بارشل الى بارشل اكس اخر شيء هنا يبين لي هو هنا الجزء الاخير، والاشتقاق الاول هو اللي يكون داخل القوس. احيانا تكتب هذه العباره في بعض المصادر او تكون موجوده في الكالكولس، مثلا كتاب كون منهجي، بالصوره التاليه اللي اف اكس اكس سمول، وهذه معناها او اكس كثير. اتجاه الاشتقاق راح يكون بالشكل التالي، اي انه داله عندنا بالنسبه داله الاف هي داله لمتغيرين، داله الاكس والواي مثلا، واشتقيناها اول مره بالنسبه للاكس وثاني مره بالنسبه للاكس. اوكي، هذه تسمى سكند اوردر بارشال ديريفيتيف وذ ريسبكت تو اكس. نفس الكلام هذا راح ينطبق اذا كان عندي
partial square f على partial y square، وهذا معناه هي المشتقة الثانية للدالة جزئيا بالنسبة للواي. ومن نجي نفتح الأقواس هي يعني معناها مشتقة المشتقة الثانية بالنسبة للواي جزئيا للمشتقة الأولى للاف جزئيا بالنسبة للواي، أي أنه عندنا دالة اشتقيناها جزئيا بالنسبة للواي مرة أولى، وبعدين الناتج مالتها راح نجي نشتقها مرة أخرى جزئيا أيضا بالنسبة للواي، نستمر يعني حسب ما مكتوب هنا حسب ما مطيني، لأنه بالاستمرار جزئيا بالنسبة للواي. هذه ايضا تكتب بالشكل التالي، هسه هنا اذا اتجاه السهم الاشتقاق معناها اذا نشتق اول مره للواي بعدين ثاني مره للواي. طبعا هسه الطالب يقول انه شنو الفائده انه داخلي لك السهم، هسه راح يبين اذا عندي نشتق لغير متغير مره ثانيه او مره ثالثه وهكذا. هسه شوفوا ايضا تكتب بالشكل التالي العباره انه اف واي واي معناها مشتقه الداله جزئيا بالنسبه للواي اول مره وبعدين ثاني مره ايضا بالنسبه للواي، وهذا هو السكند اوردر بارشال ديريفيتيف with respect to y. لكن هسه هنا في هذه الحاله شوفوا ايضا عندي مشتقه شنو هذه من المرتبه الثانيه، شلون اعرف مشتقه من المرتبه الثانيه؟ من مقدار الاس مال الاشتقاق، من مقدار رتبه الاشتقاق partial square f معناها مشتقه المرتبه الثانيه على partial y partial x. هذه معناها انا عندي داله بالاساس شنو داله من الداله الاساسيه، هذه هي الداله الاساسيه، لاحظوا هنا عندي هذه هي الدالة الأساسية وهي دالة partial f إلى يعني دالة f اشتقيتها أول مرة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للx، وجيت مرة ثانية اشتقيتها يعني أول مرة اشتقيتها جزئيا بالنسبة للx، ومرة ثانية اجيت اشتقيتها لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للy. طبعا هذه أيضا ممكن تمثيلها بالشكل التالي بعد ما مثلناها هنا، شلون راح نمثلها؟ هنا نجي نقول انا معناها اجي على هاي المقدار اخر شنو شنو اقول هذه بارشل الى بارشل واي، منو بقى داخل القوس؟ بقى هنا المقادير اللي هي بارشل اف الى بارشل اكس، اي انه داله نشتقها شنو هي هي سكند اوردر بارشل ديريفيتيف وذ ريسبكت تو واي تو ذا فيرست اوردر وذ ريسبكت تو اكس، يعني داله نشتقها جزئيا بالنسبه للاكس وبعدين نشتقها جزئيا بالنسبه للواي. ايضا هنا من هذا الشكل تقدر تخلي السهم بالشكل التالي، يعني اتجاه الاشتقاق انت شنو راح تشتق؟ اول مره تشتق للاكس والمرتبه الثانيه تشتق مره ثانيه اللي مطلوب في هذا السؤال. هسه هذا كان سؤال فمطلوب ايجاد المشتقه الثانيه للداله بالنسبه للواي للمره الاولى بالنسبه للاكس. اذا مختصر نشتق الداله اول مره جزئيا للاكس نثبت الواي، نحصل على داله جديده نجي نشتقها مره ثانيه بالنسبه للواي ونثبت الاكس. نفس الكلام هنا ينطبق اذا اجتك هذه الصوره اف اكس واي، معناها معطيكم انا راسم لكم السهم هنا، اي انه الداله اللي نشتقها بالنسبه للاكس اول مره وبعدين نشتقها بالنسبه للواي. هذا الكلام اللي هو عكس هنا المطلب هذه في هذا المطلب او المشتقه هنا اللي هي سكند اوردر بارشال ديريفيتيف. ايضا راح نلاحظ هنا اتجاه الاشتقاق انه انا عندي هنا مشتقه ثانيه للداله بالنسبه للاكس لمشتقة أولى جزئيا بالنسبة للواي، أي معناها أنه دالة عندي اشتقيتها أول مرة جزئيا للواي وجيت حصلت على دالة جديدة واشتقيتها للمرة الثانية بالنسبة للإكس، أي أيضا هي معناها مشتقة ثانية لكن حسب كله جزئي، نتكلم كلام جزئي. فهنا التغير عن أو الاختلاف عن موضوع المشتقات بالنسبة للموضوع اللي أخذته سابقا في المرحلة الأولى أو في دراستكم بالإعدادية. كيف يكتب بهذه الصورة؟ بعض المصادر يذكر لك إياها بهذا الشكل، اي انه الداله اف نشتقها جزئيا بالنسبه للواي ونشتقها مره ثانيه بالنسبه للاكس، فاذا جتك هاي العباره اف واي اكس مو تجي تشتق للاكس اول مره وبعدين للواي، لا تشتقها للواي اول مره وبعدين للاكس، وهذه معناها هي السكند ديريفيتيف اوف ذا فانكشن بارشال اف الى بارشال واي وذ ريسبكت تو اكس. شكل اخر ممكن يكتب بهذه الصوره. هسه عندي شنو صار هسه هذه المشتقه؟ هسه شوفوا هنا لاحظ ثلاثة يعني المشتقة الثالثة للدالة partial تكعيب f على partial x square partial y، وهذا معناه انه من عندي الاشتقاق اول مرة تجي تشتق للواي جزئيا، يعني ثلاث مشتقات عندك، وبعدين تشتق للاكس مرة أولى وتشتق للاكس مرة ثانية، أي معناها أنا كم مشتقة عندي؟ أول مرة بالنسبة للواي تجي الدالة تشتقها أول مرة بالنسبة للواي جزئيا، وراها تجي تشتقها بالنسبة للاكس، وراها المرة الأخيرة بالنسبة للإكس، فلذلك تكون بهذا الشكل. لو ترجع تضرب هذه الأقواس الثلاثة تحصل على المشتقة الجزئية الثالثة بالنسبة للإف
بالنسبة للبارشال اكس سكوير بارشال واي، وايضا يكتب في مصادر اخرى او يعطى في اسئلة اخرى بهذه الصورة، اف واي اكس اكس اي معناها اشتق للواي وبعدين اشتق للاكس مرة ثانية وبعدين اشتق للاكس مرة ثالثة. هذه هي الثيرد ديريفيتيف اوف ذا فانكشن، ثيرد بارشال هاير اوردر ديريفيتيف، ثيرد بارشال ديريفيتيف اوف ذا فانكشن وذ ريسبكت تو اكس، then with respect to x, then first with respect to y. هذا الشكل ايضا يوضح لي انه هذه عندي مشتقه رابعه للداله بالنسبه للاكس فقط، فبالتالي اربع مرات، لاحظوا هنا ماكو بس عندي الاكس، فبالتالي اني اجي هي عباره عن partial f الى partial x، اشتقها مره ثانيه للاكس، مره ثالثه للاكس، مره رابعه للاكس. هذه الصوره ايضا نفس الكلام في هذا في هذه الحاله، هاي حالات يعني مختلفه، دا اعطيكم الاشكال المختلفه. ايضا partial s 4f على partial y s 4 هي معناها مشتقة الدالة بالنسبة للواي جزئيا اربع مرات، يعني تشتقها للواي جزئيا بعدين مرة ثانية للواي، بعدين المشتقة تجي تشتقها مرة ثانية، والمشتقة الثانية تشتقها مرة ثالثة للواي، والمشتقة الثالثة تشتقها مرة رابعة للواي جزئيا، وبالتالي ممكن يكتب بهذه الصورة f y y y y وهكذا. هنا أنا partial 4f على partial y square partial x square، معناها انا عندي داله ايضا مشتقه الرابعه، داله اشتقها اول مره اول مرتين بالنسبه للاكس جزئيا، والمره الثالثه والرابعه ايضا جزئيا بس بالنسبه للواي، يعني اول مره اشتقها للاكس اثبت الواي، وثاني مره اشتقها للاكس اثبت الواي، المشتقه الثالثه اللي ما تبقى زين راح اشتقها للواي واثبت الاكس، والمره الرابعه اشتقها للواي واثبت الاكس. تكتب بالشكل التالي ايضا في بعض المصادر اف اكس اكس واي واي، اي انه المشتقه الرابعة للدالة جزئيا مرتين بالنسبة لل x ومرتين بالنسبة لل y وهكذا. شوف هسه هنا يعني هذه الاشكال الاشتقاق نستمر ايش قد نقدر، مشتقة خامسة سادسة، انت الفكرة بالاشتقاق الجزئي انه تقدر تشتق يعني اي مشتقة تشتقها لل x او لل y حسب المطلب اللي موجود عندك. partial تكعيب f على partial x partial y partial x، اي معناها انه دالة اول مرة اشتقها هاي المشتقة الثالثة للدالة جزئيا بالنسبه للاكس اول مره، بعدين شنو؟ بعدين بالنسبه للواي ثاني مره، وبعدين بالنسبه للاكس ثالث مره، وتكتب اف اكس واي اكس. خلينا ناخذ مثال يوضح لنا شلون راح نحل الاشتقاق الجزئي، لان انا شرحت لكم هسه بصوره شامله اشكال المشتقات الجزئيه الهاير اوردر. اذا كانت عندي الداله، هذا المثال موجود في الكتاب ايضا، راح تلاحظون هنا ايضا هذا الكتاب، شوفوا المثال فايند ذا سكند اوردر ديريفيتيف، هنا عده مطالب يريد اللي هي الدالة x cosine y زائد y exponential x. أنا زودتكم بالجوجل ميت، زودتكم أيضا في النسخة من الملف الكتاب حتى تستفادون من الملاحظات بما موجود بالكتاب، أما محاضرتنا الأساسية فهي هذه، لكن أحيانا في بعض المقاطع الفيديوية نحل سؤال موجود في الكتاب، فأنتم ملزمين أنه ترجعون المحاضرة الموجودة في الكتاب. إذا كانت f of xy تساوي x cosine y زائد y exponential x، أوجد المطالب التالية. أول مطلب مشتقة الجزئية الأولى بالنسبة للإكس، يعني الدالة راح اشتق للإكس أثبت الواي، فمن نشتق هذه الدالة شو نسوي؟ إحنا عندنا طبعا المطلب سهل، راح نجي تدخل على الدالة نعتبر كل واي ثابت، فكوسين الواي ما له علاقة بها، مشتقة الإكس واحد واحد كوسين الواي، زائدا واي في مشتقة الإكسبونينشال الإكس هو نفس الإكسبونينشال إكس في مشتقة الأس اللي هو واحد، فتبقى واي إكسبونينشال إكس. المطلب الثاني إف إكس واي، أي المشتقة الجزئية الثانية للدالة اول مره للاكس، شوف اف اكس واي معناها بارشال سكوير اف على بارشال واي بارشال اكس، يعني اول مره اشتقها للاكس بعدين ثاني مره اشتقها للواي، وهذا هي الشكل التالي. تكتب بالشكل التالي، لو تسوي سهم هيك لو تسوي سهم هيك نفس المعنى، انت تكتبها اذا جتك بهذا الشكل انت معناها الداله تشتقها اول مره للاكس ثاني مره تشتقها للواي. احنا عندنا هسه المشتقه الاولى للاكس، ايش راح نسوي؟ راح نشتقها مره ثانيه للواي، فنجي شلون نشتقها مره ثانيه للواي؟ نجي احنا عندنا كوساين واي زائد واي اكسبوننشال الاكس، فنريد نشتق هسه المن للواي، هذه الداله اللي اشتقناها اول مره للاكس، فثبت الاكس، فمشتقه الكوساين سالب ساين زائد هذا الاكسبوننشال اكس ما له علاقه به، نجي نشتق الواي واحد اكسبوننشال اكس باعتبار حاصل ضرب. هذا هو اف اكس واي، يعني مشتقه الداله الثانيه الجزئيه. اف اكس اكس هي المشتقه الجزئيه الثانيه للداله بالنسبه للاكس مرتين. انا عندي اول مره مشتقه للاكس هذا المطلب الاول، فهذا المطلب الاول اجي اشتقها مره ثانيه هم للاكس فاثبت الواي، فبما انه انا عندي كوساين الواي وحده بقى، يعني وحده بقى نتيجه اشتقاق الداله اول مره،
فش صار عندي؟ صار عندي الكوساين من اجي اشتقها باعتبار الواي ثابت، هنا دا نتكلم، فالواي ثابت فراح يصفر هذا الجزء، زائدا واي اكسبوننشال اكس، احنا دا نشتق الاكسبوننشال الاكس، نشتق للاكس، فالواي ثابت ما له علاقه به، فيبقى واي في مشتقه الاكسبوننشال اللي هو يبقى الاكسبوننشال اكس. شوفوا لو نستمر هسه رابعا، بارشال تكعيب اف على بارشال اكس تكعيب، ايضا نفس الفكره، انه هاي الداله راح اشتقها مره ثالثه بالنسبه للاكس، فراح تبقى نفس الشيء ايضا، تبقى واي اكسبوننشال اكس باعتبار انه اكس مشتقه الاكسبوننشال اكس، تستمر اكسبوننشال اكس في المعاملات مالتها، وبالتالي ما راح تتغير، راح تبقى ثابته. نكمل ان شاء الله المقطع الفيديو ان شاء الله في المحاضره الفيديو القادم. شكرا جزيلا لكم.